يبدو أن قطر الدولتين روسيا وإيران أصبح مشترك في نفس التوقيت اللي أعلنت فيه روسيا حالات الطوارئ النووية في مواجهة دول الناتو، إلى درجة أن هي غيرت العقيدة النووية بتاعتها في مواجهة كل التحديات التي تحاصرها. نفاجأ بأن إيران أيضا أعلنت المواجهة النووية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وفي مواجهة الدول الغربية. والله زي ما بقول لك كده، خلونا نعرف التفاصيل والتداعيات واللي بيحصل والصفقات السرية التي أبرمت ما بين روسيا وإيران على المستوى العسكري، لأن الأخبار ممتعة جدا. قبل ما نبدأ الحلقة، شير لايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. أنا أحمد عبد الهادي وأنت من حقك تعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. كان في تقرير سري تم إرساله من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل الدول الأعضاء في قلب الوكالة. التقرير ده بيحذر فيه رافائيل جروسي مدير الوكالة بأن إيران بتواصل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وأصبح بينها وبين إمكانية تصنيع 4 قنابل نووية 2 كيلو جرام يورانيوم مخصب بطريقة نقية. وقال ان ايران ما تعاونتش مع الوكالة بشكل افضل رغم قرار يطالب بذلك صادر عن احدث اجتماع لمجلس ادارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الراجل بيشتكي ايران ما عادتش متجاوبة خالص مع الوكالة، وان هي رفضة التفتيش، رفضة تتعاون، رفضة كل حاجة، رفضة اي نوع من التعاون والكلام ده كله. طبعا ايران منذ فترة بتحاول ان هي تطبع العلاقات ما بينها وما بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومش عايزة نوع من الصدام بينها وبين الدول الغربية دلوقتي. لهدف نفس يعقوب، عندها مخططات، عندها تحركات، عندها أجندة بتحاول ان هي تنفذها بعيدا عن الصدام، لكن صمتها تم تفسيره من منطلق ان هو ضعف. فوجئنا بان في تصريحات لرئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي انطلقت بالأمس، مسح بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرض ووقف وحجم كل واحد عند حده. تعالى رحمك انت وهو، ده انا بتعاون معاك تفضل مني، لان انا مش مغلوب على امري، لان المفترض جدلا ان في اتفاقيات انت المفترض جدلا اساسا ما تقربش منها، لان الولايات المتحدة الأمريكية فلت وفكت من الاتفاقية دي. سنة 2015 كان تم إبرام اتفاقية ما بين إيران وأمريكا والدول الغربية بمقتضاها إيران هتوقف البرنامج النووي بتاعك مقابل هنشيل عنك العقوبات، متفقين؟ إيران قالت خلاص أنا ما عنديش مانع، كانت بداية البرنامج النووي الإيراني، وبدأوا بالفعل يشيلوا العقوبات عن إيران ويتوقفوا عن فرض العقوبات. سنة 2018 أيام دونالد ترامب رئيس أمريكا آنذاك، فوجئنا بان امريكا تقول لا معلش يا جماعه، انا بصراحه ربنا انا مش لاعبه، لان انا حاسه ان الاتفاقيه ديت انا انضحك عليا فيها، بصوا انا عاوز اعاقب ايران. طيب ما هي انت يا امريكا انت اللي قدتي الاتفاق ده، اتفاق 2015. لا 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 معلش، هي حره التصرف، برنامج نووي بتاع مين؟ ما اسرائيل دكت البرنامج النووي بتاع ايران، وبناء عليه احنا كده ضامنين ان ايران ما عادش عندها برنامج نووي، وبناء عليه انا هافف عليا كده وبمزاجي انا عاوز افرض عقوبات على ايران مره ثانيه. ايران تعلمت من راس الذئب الطائر، عايزه ايه امريكا؟ انا خلاص كده، انا بالنسبه لي الاتفاق كده باطل، خلاص اتفقنا. ومنذ عام 2018 حتى اللحظة الراهنة نجحت دولة إيران في أن هي توصل للقدرات النووية بالفعل، إلى درجة أن في تسريبات وصلت لنا من قلب دولة إيران بتقول بالحرف الواحد أن إيران أصبحت فعلا دولة نووية تمتلك القوة النووية العسكرية. فإيران بتتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدوء، مش عاوزة تصدم الناس، والآخر لما الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت تتنطط يا جماعة الحقوا، وبدأت توزع التقارير السرية ضد دولة إيران، إيران مسحت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرض وقالت أنا مش بيني وبينكم أي اتفاقية، أنتم اللي نفضت إيديكم من الاتفاقية بتاعة 2015. أنت بتحاسبني على أساس اتفاقية 2015؟ اتفاقية 2015 يا حبيبي انت وهو لغية، وبناء عليه قبل ما تيجي تحاسب ايران على اي حاجة انت حاسب الطرف الاخر اللي بعتك
عن مدى تنفيذه لالتزاماته اولا. انا كتر خير ان انا بتعامل معاك. هكذا تحدث رئيس المنظمه الايرانيه للطاقه الذريه محمد اسلامي، واعلن عن رفضه للاتهامات الموجهه لايران واللي بتزعم ان ايران قلصت وصول مفتشي الامم المتحده للمنشات بتاعتها، وقال ان المراقبه الدوليه يا حالتها انت وهو بتقتصر على التزامات معاهده حظر الانتشار وليس الاتفاق. الاتفاق النووي يرحمك انت وهو، انا حرة التصرف فيه. وقال وانتقد اسلامي ازعاج النظام الاستكباري للجمهورية الاسلامية في اول تعليق من مسؤول نووي ايراني على احدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة، وقال لايران الحق في قبول او رفض مفتش الوكالة، ده تفضلا وتنازلا مني انا ان انا بتعامل معاك. انت المفترض جدلا ما تجيش ايران اساسا، لان الاتفاقية ملغية وامريكا هي اللي الغتها سنة 2018. واوضح ان العلاقة الحالية ما بين الوكالة الدولية وايران لم تعد تتعلق بالاتفاق النووي، بل تستند الى التزامات معاهدة حظر الانتشار واتفاق الضمانات. وأضاف إسلامي وفقا لإطار معاهدة حظر الانتشار لدى إيران سلطة قبول أو رفض مفتشي الوكالة، وده حق قانوني لينا وليس مسألة ضغط سياسي أو قوة. وأضاف إذا كنت ملتزما بالاتفاق النووي فعليك الوفاء بالتزاماتك أولا، وسنلتزم نحن أيضا بالتعهدات الكاملة بتاعتنا. أنا عمال بدادي فيكم وانتم وقحين، طريقة التعامل وصلت لحد قلة الأدب، وبناء عليها حالتها أنت وهو. أنا بقى حسب القانون وحسب الاتفاقية مش هتعامل معاك، أنا حرة التصرف. طبعا بالشكل ده وضعت إيران النقاط على الحروف في طريقة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نفس طريقة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية اللي فضلوا برضه يقل أدبهم عليه لحد ما قال بقول لكم إيه إيه إيه. كوريا الشمالية أصبحت دولة نووية، اللي عاجبه يعترف بذلك خير وبركة، مش عاجبه يشرب من البحر. وبالفعل كلهم شربوا من البحر. مش كده وبس، دولة إيران بعد ما أعلنت المواجهة النووية وإن هي حرة التصرف في البرنامج النووي بتاعها، ده إذانا بأن دولة إيران مخبية حاجة، وانا اهو وانت اهو. زي ما انا قلت لحضراتكم ثقوا تماما ان فلاديمير بوتين لا يمكن ان يقبل ثم التوغل حقيقي على مستوى اوكرانيا داخل الاراضي الروسية، وان ما حدث في كورسك بمثابة خدعة بيتبناها عشان يشغل بيها القوات الاوكرانية عن الاهداف الكبرى اللي نجح في تحقيقها فعلا منذ التوغل الاوكراني لمنطقة كورسك. قلنا الكلام ده في أعقاب التوغل الأوكراني الذي حدث ب 48 ساعة. بعض الناس ما بين المصدق والمكذب لحد ما تأكدوا فعلا إن كلامنا مظبوط. نجحت القوات الروسية في تحقيق أهداف كبرى في العمق الأوكراني. لم يكن هذا الهدف يتحقق لو لم تكن هناك مبررات يستند إليها فلاديمير بوتين في الحرب بتاعته. هو ده اللي حصل، ولذلك احنا بنقول لكم ثقوا تماما ان ايران بتمتلك القدرات النووية على افضل ما يكون بعد ما تعلمت من رأس الذئب الطائر، وبعد ما تعلمت من الضربات التي تم توجيهها للبرنامج النووي بتاعها، وبعد ما ابرمت اتفاقيات عسكرية على افضل واخطر ما يكون مع الجانب الروسي. وكالة بلومبرج بالامس نشرت تقرير اشارت فيه لتحركات ايرانية روسية، قالت بعدما زودتها بمئات الطائرات المسيرة على مدى السنتين والنصف الماضيتين، يبدو أن إيران تعتزم تزويد حليفتها روسيا قريبا بالصواريخ البالستية أيضا، ربما مقابل مقاتلات سخوي المتطورة. يعني إيه؟ نجحت إيران في أن هي تزود روسيا بمئات المسيرات، وفي ذات الوقت قررت تزودها بالصواريخ البالستية مقابل مقاتلات سخوي هتيجي من روسيا لإيران. ما في اتفاقية عسكرية سعادتك، طائرات باليستية مسيرات إيرانية، الاتنين دولي أثبتوا جدارة في أرض المعركة، دولة إيران زودت روسيا بيهم مش عشان روسيا ما معهاش، إنما لأن إيران وجدت
فرصة غير عادية في الحرب الروسية الأوكرانية إن هي تختبر قدراتها العسكرية وتطور منها. روسيا أخذت الأسلحة ديت، زبطت الدنيا، جربتها على أفضل ما يكون، أثبتت فاعلية، شكرا جزيلا. تم إبرام اتفاقية عسكرية أخرى بناء على ما حدث. وكالة بلومبرج بتقول الكلام ده، وقالت إن أحد المسؤولين رجح أن تبدأ شحنات التسليم خلال أيام، وأمريكا حذرت هي والحلفاء بتوعها مرارا وتكرارا من تلك الخطوة. صواريخ باليستية ومسيرات وسخوي، ده احنا وجعتنا نطين بطين، ده لسان حال الدول الغربية. ألا انت عارف يعني ايه تحالف ما بين ايران وروسيا؟ الشتيتان، روسيا الدولة الإسلامية المتزمتة المحافظة الشيعة المجوس، احلحقوا، ده إيران بتهدد المنطقة. هكذا هكذا دائما كانوا يتحدثون عن التحرك الإيراني، لحد ما فوجئوا بأن إيران نجحت في إبرام اتفاقية عسكرية على أخطر ما يكون مع الجانب الروسي، وأصبح حليفان، أقوى حليفان في منطقة الشرق الأوسط. نجحت إيران رغم الحصار المفروض حواليها في أن هي تطور قدراتها العسكرية إلى درجة أن هي أصبحت بتتبادل الأسلحة العسكرية مع روسيا الاتحادية. شفت الهنا اللي احنا فيه؟ جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاد وطهران ستنتهيان قريبا من إبرام اتفاقية شاملة بين الدولتين. بس شفت حضراتكم الحرب الروسية الأوكرانية عملت ايه؟ عدلت الميلة زي ما احنا كنا دايما بنقول ان الحرب الروسية الأوكرانية هتكون بمثابة نقطة تحول في التاريخ العالمي كله، وده اللي حصل بالفعل. ايران ترفض تفتيشا دوليا يتجاوز مع معاهدة حظر الانتشار. سخوي مقابل البالستي، هل تسلم طهران الصواريخ لموسكو؟ تقديرات أوروبية بوصول صواريخ إيرانية إلى روسيا قريبا. سيرجي لافروف: موسكو طهران هتنتهيان قريبا من إبرام اتفاق كبير. طبعا شيء رائع بجد وشيء طيب جدا، والواحد سعيد جدا إزاؤه إن دولة إسلامية تمتلك القدرات العسكرية والنووية على أفضل وأخطر ما يكون، إلى درجة إن هي أصبحت تؤرق مضاجع كل الدول الكبرى. لما دولة إيران تمتلك القدرات النووية، ثقوا تماما إنك أنت بالشكل ده منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي تحديدا هيكون هو الأكثر قوة، هيعدل ويرجح الكفة لصالح دول العالم الإسلامي. سبكم من التحليلات اللي بتقول إن إيران بتهدد بالقوة النووية بتاعتها دولا مثل السعودية ودول المنطقة العربية والكلام الفاضي ده كله. دي التحليلات عبارة عن ترجيع، عبارة عن قيء، عبارة عن فضلات أدمية وليس تحليلا، لأن التحليلات دي جزء من مخططات غربية بتنفذها قوى قذرة في مواجهة دول المنطقة العربية. دي سعادتك مش تحليلات، دي عبارة عن ترجيعات. ماذا يقولون؟ طز، دعهم يقولون.